مشى الحمد لله كيأدي الواجب ديالو الحمد لله، وعاش من أحب المغرب وأخانا من خان المغرب، نطلبوا الله الله يأخذ فيه الحق. المهم تحياتي لكم والشكر بزاف على هذا النهار السعيد، والله الوطن الملك وعاش الملك ديالنا اللي مجدنا الطيارات ومجدنا جميع ما يكون في الدول الحمد لله. تبارك الله عليكم وتحية لكم، عاش الشعب المغربي. هذا الماتش الدراري تبارك الله عليكم، ديما مغرب ديما مغرب. أخويا ديما مبروك علينا، مبروك لي تحية إيطاليا مازال مازال مبروك علينا هذه البدايه. مغرب وسالات ديما مروك مربوحه، راس لافوكا راس لافوكا راس لافوكا ديما مغرب. احساسي ما كنت ما نوصلش دابا، السلام عليكم. كان منتخب زوين ولكن عندنا صابر فوالا لوبيت الاول، ان شنو لوبيت لوبيت هذا ان شكون اللي ماركه ثاني الله وعلى بقى والله المهم راه كان عندنا منتخب ما بغيناش الماتش كان في المستوى، ما كانش عندنا ادنى شك في الثقه بالاطار الوطني الكف وليد الركراكي اللي ما جاش عن صدفه. المدرب قدم انجازات كبيره مع فريق الوداد، اليوم كنفتخروا بهذا الاداء اللي قدموا اللاعبين من الحارس وخط الهجوم واللي بغى المتعه يمشي يتزوج ولما لا التاهل في المقابله القادمه ومشيو بعيدا في هذا المونديال. عندنا كامل الثقه في الاطار الوطني وليد الركراكي ان شاء الله. لما لا نمشيو حنا الحلم ديالنا كبير المنتخب المنتخب تجاوز الدور الثاني، نتمنوا هذه المره نمشيو بعيد لما لا على اقل تقدير الربع النهائي، لان اللاعبين اللي عندنا عندهم امكانيات كبيره ويقدروا يمشيو بعيد في المونديال. نبداو. المهم حنا سعيدين بزاف بهذا الفوز، وهذا الفوز هذا 2-0 سهل علينا المهمه، حيت كون تعادلنا كان خصنا ضروري نربح مع كندا، ولكن دابا مزيان دابا كندا غنخرجوا تعادل وغندوزوا للدور الثاني ان شاء الله. وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب ديما ديما مروك ديما مغرب ديما مروك علينا هذه البدايه مازال مازال ها هو مبروك علينا هذه البدايه مازال مازال ها هو مبروك علينا هذه البدايه مازال مازال ها هو مبروك علينا هذه البدايه مازال مازال إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلاذ وورك تي في دائما في قلب الحدث.